السلام عليكم. بخمس خطوات إن شاء الله سنستطيع التغلب على ذنب الغيبة، ذلك الذنب الذي يؤرق معظمنا والذي يتمنى الجميع الخلاص منه، وبعده إن شاء الله لن نغتاب أبدا. الخطوة الأولى هي تكرار الدعاء في السجود بين الأذان والإقامة، تكرار هذا الدعاء: اللهم اجعل كتابي في عليين واحفظ لساني عن العالمين. أما الخطوة الثانية فهي في كل مرة نغتاب فيها أحد لابد أن نجبر أنفسنا أن نستغفر له، منها نكون قد حافظنا على حسناتنا، ومنها نكون قد عودنا أنفسنا على حفظ ألسنتنا. أما الخطوة الثالثة فهي أن نكثر من هذا الدعاء القرآني ليكون قلبنا سليما لكل مؤمن، وبعدها لن نغتاب بإذن الله. هذا الدعاء القرآني هو: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أما الخطوة الرابعة فهي أن ندافع عن من اغتيب في حضرتنا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. من منا لا يريد هذا الفضل العظيم، أن يرد الله عن وجه النار يوم القيامة؟ أما الخطوة الخامسة والأخيرة فهي أن نحافظ على ذكر كفارة المجلس في نهاية كل مجلس نجلسه، وكفارة المجلس هو ذكر أو دعاء يقال في نهاية المجلس، وهذا الدعاء هو: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بهذه الخطوات الخمسة إن شاء الله سنتغلب على الغيبة ولن نغتاب بعد ذلك أبدا. إن أعجبكم المحتوى، إن أعجبكم الفيديو، نرجو دعمنا ودعم قناة رجل يسعى لنوصل الصورة الجميلة والمشرقة لديننا الحنيف لأكبر شريحة من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.